ولكن الحمد لله عددني من مختلف المواد لما اللي فوق كل شيء مطلع سيدي زي الزوج ما في اسم تاني عمير تحية ميلانيا جميع وانا ريف المغناني مجان تحية شكون ما ريف ما تسيم دغا يعني ديجن الشرف مش افتخاره بانه يعني يعني من يا من غيركم من غير الجيز المتوقع يعجب الحال دوسيم يعني فيني والعائلين الكبيرة يعجب الحال حيت تنقى الحرية سيغد الأحضان العائلين كاع كيكوما كيف ما كيكوم طبعا ولكن فرحة عاد تمشي لأنه عاد غنغ المعتقلين كي السجون لأجل هذا خصنا يعني نقيم نطالب إطلاق صراحة جميع المعتقلين يعني من ينقم دائما بدك يسن لانه نيش عاني الظروف اني زريغ من كان غير تكندينيت مني انه ان شاء الله يا ربي كل شيء ما تقال اني غاد فغن تشكرشكم يعني خذ واسي تاي غاي تقيم احييكم بحرارة سمح ما مرهقة متعبة يعني تتصغس الادوية نافعة عادي يعني تجي شي مستوعبة ولكن تشكرشكم بزاف بدا ما قايت ماتكم نقيم بدا قايت ماتنا هيك مثلا قندي اتعانن راني شفت مثلكم راني شعاني غريها بزاف راني كان خفيف كي خفيف بزاف مادام انه الحمد لله قي فوض اعتنق الحريه خصنا غنطالب باطلاق جميع صراح المعتقلين باش تحل الازمه يا ان شاء الله حيت نشنينا نكاشيل نشنينا من هذا دري النوغ نعيش الحياه الطبيعيه يعني لي بركزي صلاع بركزي زيار وينات لهذا ما قرر نقاش نحققهم من المطلبي هي ولكن المعتقلين اللي غنيش ني غير هو كيزيد اقايا كيتسن ندخل الملف المطلبي لهذا مما غادي نغن شنو نتو مني اللي لا اساس لها من الصحه لهذا الطلب كيكون باطلاق جميع صراح المعتقلين والفرحه لا تكتمل هذا ليس باحتفال بالعكس يعني تشكرشكم يعني تو يعجبني الحال دوسي مدغاين شي نتوقع شي بانه وفحر شي فحر غير ومدخ والعائله نور اللي فينو تشكرشكم سبطا سيدي فني وتحيه شكون شكرا Yeah.